من خلال الشروع في إنجاز مسجد أخضر هو الأول من نوعه من الناحية الإيكولوجية، حيث يتميز بخصائص تجعله يتلائم والنجاعة الطاقوية واستعمال الطاقة المتجددة. وضع حجر الأساس لمشروع بناء أول مسجد أخضر صديق للبيئة في الجزائر، وذلك بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة. وأعطى الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة مصطفى شيخ زواوي إشارة انطلاق أشغال هذا المشروع، ويعتمد هذا المسجد على تقنيات تسمح باقتصاد 50% من الكهرباء من خلال استغلال الطاقات المتجددة وإدراج وسائل الفعالية الطاقوية واقتصاد المياه بفضل الرسكلة الذاتية للمياه حسب الشروح المقدمة خلال مراسم وضع حجر الأساس. ويتربع هذا المسجد الذي من المقرر إنجازه في 24 شهراً على مساحة إجمالية قدرها 8200 متر مربع بطاقة استيعاب تصل إلى 6000 مصلي. ويتضمن المشروع 3 طوابق: الطابق الأرضي بسعة 2500 مصلي، والطابق الأول بسعة 1500 مصلي، والطابق الثاني مخصص للنساء بسعة 2000 مصلية، إضافة إلى موقف سيارات يتسع إلى 50 سيارة. ويشمل كذلك منارة بعلو 47 متراً وعدة مرافق ملحقة على غرار قاعة محاضرات ومكتبة ومدرسة لتعليم القرآن ومنزلين وظيفيين للإمام والمؤذن، فضلاً عن تزويد المسجد بنظام تكييف مركزي وتجهيزات حديثة في مجال السمعي البصري.